نروح لا اتفضل. لملعب مباراة والزميل العزيز كريم أحمد نطمن منه على آخر الأجواء. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك كابتن ايمن شوقي، كل التحيه ليك ولكل جمهورنا العظيم وكابتن الكبار نجوم الاستوديو التحليلي. يعني زي ما بنقول بقى عوده من جديد لاستاد القاهره، مباراه يعني اهميتها والتحدي اللي فيها للفتره القادمه لابد يكون الظهور جيد، النتيجه تكون ايجابيه، اداء ونتيجه ان شاء الله باذن الله تكون من نصيب النادي الاهلي باذن الله. ظهور اكثر من لاعب النهارده وتحديدا عمر كمال بنتمنى له يا رب التوفيق ان شاء الله باذن الله النهارده اول ما نزل. الحقيقه عمر تحديدا كل جمهور النادي الاهلي الحقيقه حيوه، ايضا كمان وسام النهارده عنده فرصه يعني ان شاء الله باذن الله يستغلها بشكل كبير ويكون اضافه كالعاده شفناها، لمساته كانت مميزه تحركاته، لكن مع الوقت النهارده ان شاء الله باذن الله وانطلاقه الماتش وبدايته للمباراه باذن الله النهارده النادي الاهلي حقق نتيجة إيجابية أداء ونتيجة. جمهور النادي الأهلي الحقيقة لابد إن احنا نتكلم عنه، هتافات وحماس للعيبة النادي الأهلي، نادوا على كل اللعيبة كالعادة، عاملين جو رائع جدا هنا في استاد القاهرة. يا رب إن شاء الله زي ما بنقول يعني مستر كولر خلاص يمكن هو اختار التشكيل، المهام بقى والتوظيف وكل الأمور دي هنشوفها في الملعب، منتظرين كل الجدية من لعبتنا، مباراة الاستهانة فيها تكون مرفوضة بالنسبة للجهاز الفني وللجمهور، لكن إن شاء الله ثقتنا كبيرة جدا فكل اللاعبين يبذلوا مزيد من الجهد إن شاء الله بإذن الله. ثلاث نقاط يكونوا مهمين جدا يا كابتن أيمن لينا. بإذن الله رب العالمين. وتعودنا دايما لعيبة النادي الاهلي مفيش استهانه، احيانا بيبقى يعني في تريح شويه ولكن مش وقت التريح دلوقتي. ان شاء الله باذن الله لعيبه النادي الاهلي قادره كريم ان شاء الله النهارده انها تحسم الامور مبكرا باذن الله رب العالمين. شكرا جزيلا يا كريم.